وكيف ما عودناكم مستمعينا الافاضل هذا الاسبوع مخصص للامراض الجلديه. غادي نطرقوا مثلا مرض اخر كيصيب الجسم، فيروس الزونا اللي كيتمثل في حساسيه الجلد المفرطه بظهور حزام ناري وحارق في معظم انحاء الجسم على شكل حبوب صغيره حمراء بجانب بعضها البعض، كترافق مع ارتفاع في كريات الدم البيضاء وتورم الغدد اللمفاويه. اسئله كثيره كتشغلكم مستمعينا الافاضل، غادي تجاوب عليها ضيفتنا لفقره الجمال الدكتوره لمياء الودغيري، اخصائيه في علاج الامراض الجلديه والطب التجميلي بالدار البيضاء. مرحبا بك دكتوره. شكرا صباح الخير عليكم. صباح النور، اش اخبارك دكتوره؟ بس الحمد لله. دكتوره لمياء الودغيري، كتعريف المستمعين شنو هذا فيروس الزونا؟ بالنسبه للزونا هو تعبير مرضي ثانويه للاصابه بواحد نوع من الفيروس، اللي هو فيروس مسؤول على ظهور نوعين من الامراض. الاصابه الاوليه به كتعطي مرض لا فاريسيل ولا بوشويكه، وهذا الفيروس بعد ظهور اعراض البوشويكه ولا لا فاريسيل الانسان تيتعافى وتيتشافى، الا ان هذا الفيروس كيبقى في الجسم ديالو في حاله خمول، في حاله ركود، يعني تيبقى في الذات بدون اي تعبير. مجرد ما تيطراو بعض التاثيرات الخارجيه على ولا داخليه على الانسان، من شأن ذاك الفيروس أن يعاود يبدأ ينشط، وبالتالي إلى نشط كيكون التعبير المرضي ديالو هو ظهور مرض الزونا. دونك الزونا وبوشويكا هما تعبيرين لإصابة بنفس الفيروس، غير هي متفاوتة في الزمن، اللي غنقولوه هي مراحل تعبير ديال هذا الفيروس. نعم. وبالنسبة للأعراض ديالو دكتورة كيفاش كتكون، كيفاش كيتم التشخيص ديالو؟ بالنسبة للزونا هو أول أعراض تتكون إحساس بواحد النوع من الألم غريب شوية، ألم اللي تيكون حاد، ألم اللي كيكون فحال قلتي حزام ناري، نشبهو داك الألم بنار تتحرق ديك المنطقة اللي منطقة معينة في الجسم، داك الألم تيتبعو في ظرف يعني في واحد الفترة وجيزة اللي تقدر تمشي من ساعات إلى يعني 24 ساعة 48 ساعة، ظهور التهاب أحمر على مستوى المنطقة اللي غادي يتطور باش يظهروا لي فوق منها حبيبات صغيرة اللي كتكون معمرة بالماء، سي دي فيزيكول، وهنا باش يتكون لي داك الطفح الجلدي اللي تيكون مميز للزونا. تيظهر لي في منطقة معينة من الجسم، منطقة اللي كتمثل نهايات العصبية. نعرفوا بأن هذا الفيروس تيبقى مخبع ولا هامد في الجسم على مستوى غدد موجودة في العمود الفقري. اللي تيطراو أنه تينشط، وهذا اللي غنشوفوا الأسباب ديالو، تيسلك لي الأعصاب تتيوصل النهايات العصبية، وعلى حساب ديك النهايات العصبية المنطقة اللي هي مسؤولة على لينيرفاسيون ديالها على الإحساس ديالها هي اللي تظهر فيها هذه الإصابة. ألم محليا ألم، ثم ظهور طفح اللي هو التهابي أحمر اللي فوق منه تيظهروا لي حبيبات هكذا ملوءة بالماء فيقدر ترى لها تقرحات، بالإضافة إلى الحالة يعني كلية المريض، تعب، ارتفاع خفيف درجة الحرارة، كنحس بعض التورمات على مستوى الغدد اللمفاوية على حسب المكان ديال الإصابة، وهذا كله يعني في واحد الحالة نزيد بتيت ألتيغاسيون ديتا جينيرال، يعني الإنسان تيحس براسه متعوب زيادة على هاد الأعراض. نعم. وبالنسبة للتشخيص ديالو دكتورة كيفاش كتشخصوه؟ التشخيص ديالو سريري بحت، ما كاينش بالفحص طبيب المعاينة، تيكون شوية شيء ما ماشي صعيب ولا مستعصي، هو في البداية الأولية ديالو يكون سهل المعرفة ديالو. بالطبع دونك حنا ما تيوصل المريض عند الطبيب ديال الجلد كيكون يعني معظم الناس تيكون دازو ديك المرحلة ديال الألم ولدتنا تمشي من ساعات الأيام، تيكونوا استشروا الطبيب، داروا تحاليل، بعض الحالات بعض الفحوص والصدى يعني دي غاديو اللي تيداروا على ما يوصل داك الطفح، خلاص ملي تيكون الطفح على مستوى الجلد وظهور الاثار ديالو التشخيص ديالو بديهي تيكون خاصه بالفحص السريري، التحليلات البيولوجيه والتحليلات على مستوى الجلد كنخصوا بها واحد الفئه عمريه معينه، خاصه النساء الحوامل، الاطفال، الناس اللي عندها خلل مناعي. خصنا نشيروا كذلك ان ماشي جميع الناس غدير الزونا، ما يدير الزونا وما يظهر عنده الزونا غير انسان في الاول اللي دازت عنده بوشويكه يعني تصاب بالفيروس، الا ان باش يظهر لي الزونا كيتجمعوا اسباب.
هاد الأسباب باش نلخصوها كلها تتلتقي في انخفاض ولا في خلل على مستوى المناعة الخلوية. هاد الفيروس ما هو في حالة ركود، يعني ما كاينش تعبير اون فاز دو لاتونس، غير المناعة ديالنا اللي حاضية إذا صح التعبير، ما مخلياش أنه يعاود يتكاثر. أي سبب جعل أن المناعة تقل غادي يكون سبب أنه يظهر لي هاد الزونا. هادشي باش كنشوفو عند فئة عمرية الناس الكبار ودولاد 50 سنة على الأقل، 50 سنة يعني خصوصا، كنشوفو كذلك عند الناس المصابين بمرض السكري، كنشوفو عند وهنا الفئة ديال الشباب، عند الناس اللي فقدان المناعة عندهم مكتسبة، خاصة الإصابة بفيروس داء المناعة المكتسبة أو الجياش، هنا الإصابة الزونا تقدر تظهر لي عند الشباب. مع العلم أن ماشي الزونا عند الشباب ضروري يكون فقدان مناعة مكتسبة، يقدر يكون فقدان مناعة أخرى بطريقة أخرى على غرار السكري، تعب مفرط، يعني أي حاجة اللي غتنقص لي العمل الوظيفي ديال المناعة الخلوية. نعم، وشنو هي المناطق في الجسم الأكثر عرضة لهذا الفيروس دكتورة؟ أكثر عرضة ما تكونوا دي ميتاميخ، يعني واحد المنطقة معينة اللي تجيب حال حزام، خاصة الظهر لا فورم دو خسولومبير، يعني على مستوى الظهر واسفل الظهر. الا ان الاصابات تقدر تكون في جميع مناطق الجسم، نشيروا بالخطوره بالاساس الا كانت المنطقه ديال الظهر هي اللي تنشوفوها اكثر، كاين خطوره شيئا ما في الاصابه على مستوى الوجه وعلى مستوى النهايات العصبيه اللي غادي تجي خاصه بالعين والمنطقه المحيطه بالعين. هذه تتشكل واحد الحالات استعجاليه باش العين ما تاداش. الا كان العلاج المناطق الأخرى غادي يكون ضروري، إلا أن في الإصابة على مستوى العين استعجالي بجرعات أكثر للدواء بطبيعة الحال، استشارة طبيب العيون كتبقى ضرورية، وكيكون العلاج بتناسق مع طبيب أمراض الجلد وطبيب العيون. نعم، ممكن يدي هاد مرض زونا المضاعفات دكتورة أو لا؟ كل الأمراض يمكن يكون مضاعفات، المضاعفات خاصة غنشوفها على حسب الحالة الصحية اللي غيظهر عليها. المضاعفات تقدر تكون محلية من غير تعفنات، من غير التهابات، تأخر التئام الجلد، ظهور يعني أعراض تحسيسية على مستوى الجلد ديال ديك المنطقة. الحالة الصحية إذا كانت المناعة مظهورة يقدر يكون إصابة على مستوى أعضاء داخلية، إلا أن الزونا تتبقى عنده واحد الخاصية مهمة واللي هي تيكون التركيز الأساسي في العلاج، ألا وهي ألام ما بعد الزونا، دولور بوست زوستيريان ولا ليزالجي بوست زوستيريان، هو شق بوحدو الزونا الا كان التعبير ديالو طفح جلدي غادي يتعافى الجلد كيف ما يعني كيف ما خدا المده ديالو، الا ان احتمال ظهور وبقاء نوع اخر من الالم على مستوى ديك المنطقه هو اللي كيجعلنا اننا نعالجو، اننا نحاولوا ما امكن نقصوا من احتمال ظهور هذا الالم. هي الام اللي تقدر تدوم لاشهر ثلاث سنين، الام اللي غنشوفوها كل ما كبر العمر ديال الانسان الا والاحتمال ديالها 70% ديال الحالات عند الناس اللي عندهم اكثر من 70 سنه. دونك هنا هذيك الالم هي اللي تتشكل واحد الشق مهم لا في التاثير النفسي لو في الحياة اليومية عند الفئة العمرية، لكذلك في الكلفة ديال هذا العلاج. لا دولوغ والألم تيولي بحد ذاته مرض، إذا كان في الأساس الزونة اللي ظهر أنه يبان، إلا أنها تيكون وهذه تتبقى من أهم المضاعفات اللي كنحاولوا نجنبوها. كيفاش؟ أننا تنعالجو بأدوية معينة في واحد المدة وجيزة خلال 72 ساعة الأولى قبل ظهور الأعراض، ضروري نلجؤوا لواحد العلاج اللي تيكون شوية مجهد عن طريق اللي تيتشرب عند هذه الفئة العمرية باش نقللوا احتمال ظهور هذا الألم. في حالة إلا ظهرت لنا كيكون علاجات ديال الألم، كيبدل بخيز وشارج ديال لادولوغ بمراحلها بأدوية على مراحل. وكيتشفى هذا المرض دكتورة بصفة نهائية؟ هو بالاساس يتشافى الجلد، يتشافى في الاسبوعين على الاكثر، كيبقاو الالام اللي هما يقدروا يدوموا، غير هو اللي نشيروا له واش الانسان يقدر يدير بزاف ديال لي زونا في حياته. لا، معظم الحالات زونا واحد، الاصابه مره واحده في منطقه واحده، من قليل في الحالات اللي تنشوفوا جوج ديال المناطق اللي مصابه بلوزيغ ميتامير، هنا
أول حاجة وأول هاجس عن الطبيب هو كشف عن سبب من الأسباب اللي يجعل المناعة الخلوية تقل. يعني لا ضروري كي يكون هذا الطفح هكذا كتير والأعراض يعني مناطق بزاف في الجسم ولا تكرر لي، هنا ضروري الكشف عن سبب اللي يخلي المناعة أنها تقل هالدرجة اللي تسمح بهذا الفيروس يتكاثر زوج النوبات. وهنا تيكون سيغتو مراقبة ديال هذه الفئة العمرية هذه وهاد الناس اللي دار عندهم بهذا الشكل. نعم، بعض الأخصائيين دكتورة لمياء كينصحوا باستعمال مستخلص أوراق الزيتون لعلاج هذا الفيروس، واش صحيحة هذه المعلومة أو لا؟ ألوغ نذكروا على الشكل الثاني ديال التساؤل ديالك، علاج هذا المرض، العلاج والفيروس موجود، يعني ما غاديش نحيدوه من الجسم، الفيروس موجود عن أما الأعراض ديالو تقدر تشافى بوحدها على حساب الجلد وعلى حساب الصحة الإنسان، داك الطفح الجلدي يقدر يتشافى. أنا كطبيبة الجلد عندي مجموعة من المراهم اللي هي طبية اللي فيها مستحضرات اللي عندي بها واحد النهاية. إذا كان داك الطفح الجلدي كنفحصوا عليه متعرفوا المراهم مضادة للبكتيريا، مراهم ولا ديلوسيون اللي غينشفوا، يعني أنا عندنا نتيجة الحمد لله بأدوية في متناول الجميع واللي كتساعد على التئام الجرح. اللجوء زعما هذا التداوي هكذا بالاعشاب، نعم، المشكل اللي عندي فيه علاج اللي ما عندوش شي كلفه كبيره تيخلينا يعني نرجح اكثر العلاج. نعم. اللي حنا كاطباء كنقدموه في الناحيه الاولى مع احترام التداوي بالاعشاب والنتيجه ديالو يعني والنتائج اللي معاه، يعني ما عنديش دراية في هذا الموضوع بالنسبة للتداوي بالأعشاب، ما نقدر نجزم بأن مراهم ومستحضرات طبية كتعطي النتيجة تعطي نتائج ممتازة. نعم، واضح دكتورة، شكرا جزيلا لك على هذه النصائح اللي قدمتي لنا اليوم. غنتلاقاو بك غدا إن شاء الله دكتورة لمياء الودغيري، أخصائية في علاج الأمراض الجلدية والطب التجميلي بالدار البيضاء.